مالك بن دينار رحمه الله هبين هبين هذا كمدو كم منامي منام بالغو يركع مساجد كوي الله حافظة ومدينة بصرة إن يرى الشاب جوجا وإلهي كوع بديع سدح مع المدير كاسح تمعن هذا الراشن كريو أجيب الغو منام منام وكعي أنت ذي بصوت دياري مسكيد كوي مدي وحوصوا قالوا إن يرى الشاب ودعي سنة شباب كيني شباب كاسكوين أنت ذي بودي ولا عمري بركة عند إسبرتين أي ودع عنتين بكويري أقل كيفو وعكوي على حافظة حافظة كذا بيسوكوي على وضد ساو صومر صدا وصومر مرة لي مركة باهت أنت وباهت إيه كله بكويري هذا القمر كوير كي رام مغلب وجهي سيبو بدله وحوري ما تقارنه هري مي ما كو أقارنه مايا حالي أديكو هردا كأمر ككوسي ينات كعدو أنت عادي سكر صوت إيه كنتو كابري دي سينتون دائما أديكو كوي ما دابو كيد إذا سألت فاسأل الله كاسم بري بودي ملك المبريو الباب كمخلوق وانسكحري بودي أنكو الباب كخالق عن قراعة بس حديثك إلهي إنك إنك دحية حدوي إنه هجاجو نورس الدوية ده إنه هجاجي حديثك إنك دحية إنك إلهي معكوا هجاجينا جرك إن عمل كوناكسن وينك صباحا صلاتي وعمل وناكسن صومي وعمل وناكسن قرانك وعمل وناكسن صدقتي وعمل وناكسن فديك مسكيتك وعمل وناكسن ذكرك وعمل وناكسن تعليم الدين الله برا وعمل وناكسن دين تومد الله لوجي هذا وعمل وناكسن عمل وناكسن بل ربعين لك الشغلين صلاة الصبح أيو نبي جنو كبح عليه الصلاة والسلام صحابتي سيب النبي صلى الله عليه وحوري كيني بساك واقو بري يسقو صومن أبي بكر بعيد أنيقا كيني بساك واقو بري يسقو غف بكن صوب بغضي أبو بكر بعيد أنيقا كيني بساك واقو بري يسقو جنازة أصل نكسو قيب قلي أبو بكر بعيد أنيقا كيني بساك واقو بري يسقو مارك تاني قف عنو سنة يسو زيارتي أبو بكر بعيد أنيقا مرقى أبو النبي قولي خسال قا عن صوشة قي نين أما كولانتا هدي أو كولانتا نيقا سوى أهل الجنة ورسول كويري قبل صلاة الفجر أيها أبي بكر الصديق إساقو صومن واقو أبريي إساقو صومن آس نكسو قيب قلي قف بكنا سو زيارتي مسكين سوقو دي وحسوسي دار العمل بي جوغين اي قرتين إني دار العمل إني جوغان بي قرتين دار العمل بان جوغنا دار الجزاء هل كان ماها دارت لي نقوها بالمرين أدوية ماها أدوية ودارت عملك عملك نوحو كصباحة واجرك ماشينك عملك السمين واجرك جركا أي الله دون يا إلهي لقول رأليك لي حبناها بس هذا حبناه الناس إلهي كو عبدنا كو أدعنا أدوية سدان دون إلهي نو يلي قلبت أن شيء قال كتابك إمام ابن الجوزي رحمه الله أولي صفة الصفوة تسع عجيب وكشك عبد الواحد بن زيد نيل أورنجري نصالح عابد الرئيما كأيوها هبين هبين هذا كميدا سود أدعى سنة يهوه اللي بري يي أيو إله يو وحور إله يو قبلها مؤمنات كا إذ أنيقا مارك تاني أدوية أد آخر جنة يقول تلقى شيء حد يأدونك الجوغان إله يتصبوا يريد وصيح ده مركو دعا يستيبوس كصيح ده منام بالغو يري قبض ميمونة السوداء الليدا اعراق كنول مقالة كوفة كنول ميقة كوفة كنول ايا كم ده قبضها مؤمنات كجنة اللقوقو قورين دونو مكو كرباقاقاي عراق بوتاقاي مقالة كوفو يمدي دات كيبو ورايستي مرقاسا اللوش يقول ليدي ورطاسي واتو معذورة ده دات كمس ودحقشو مقالة دي بده ده حولكو دقطا وإذا وحى الربيع تلماما هل قامر أوتك بالغو يري وحوي مدى يدو أري بدن دح جوكتا أري جيجي يورابه نسلب داقا يا نسلعنا يا مركا سي جبت صوفا يا مركا هو انت صلاة بيتو كتا سداد بقول ما نملن يا نملن كتاب هنا كار صباح دو كلي سداد بقول ركعيتو كتا ويتو كتا ويكب حلا ويتو كتا ويحلتا ويتو كتا
markaabay dareentay qof bini aadan inuu meesha soo dhawaado ariga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kulka salaadii ka baxday ayay ku tiri ibn ziyad ibn zay ibn zay bay ku tiri ballankeenu halkan maahin oo aakhira iska socob bay ku tiri oo la yaabay magaciisiina way sheegtay muraad ku socodana way sheegtay arigeegiina uu eegaayo waraabihiiba iska dhex socdo oo la cabbayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu dhihi ina zaydina nahay oo arrinka u socda ayaa kuu sheegay waxay tidhi xadiidkii nabiga maadin lowday ina alarwaax junuudun mujannada famaa tacaarafa minha i'talafa wamaa tanaakara minha ikhtalafa xadiidkii nabi maxamed uu yidhi arwaaxda bini aadanku waa askar ilaahay oo isku xidhan weeyaan caalam alarwaax baan wada joogaynay labadii ruuxe halka sare isku taqaanay adduunkana waa isgarano waa is-urino waa is-fahmi hadday halkaa isku soo diidayna adduunyadana way isdiidiye arwaaxdina istaqaanee salaama bay ka tiri ballankeenuna waa aakhiro su-aal kale ma ku weydiiya ay weydii bay ku tiri su-aalka hadalkana soo gaabi adhigaagan waraabuu kaa cuni maaya maxaad ku akhriday buri bal ii sheeg waxay tidhi hala yaabin anigu ilaaha khaaliqa rabbigay xiriirkii naga dhexeeyey baan adkaystoon hagaajistay labada xiriirkii ka dhexeeyeen ilaahay ba hagaajiyey tii khilaafadii cumar ayaa abaar baa ka dhacday magaalada madiina iyo duleedkeyga aryaaf almadiina dadkii miiga ahaa xoolihii baa ka dhammaaday magaaladii bay u soo qaxeen cumar bnu khadaab ree madiinuu targhiibiyey targhiibiyey waxaad haysan la baxa buu yidhi nin walba wuxuu hayay buu bixiyey markaaba dadkii oo dhan raashinkii la siiyey abaartii baa daba dheeraato roobkii baa raagay maalin walba toddoba qof baa dhimato la aasa maalin walba toddoba qof baa dhimato la aasa markaasuu cumar bnu khadaab warqad buu u diray camar bnu caas oo masar jooga wuxuu yidhi adigaa jooga waddankii barwaaqada badnaaye webiyaalka lahaaye soo dir macaawano markaasuu soo diray ma aragtaana macaawano awr raashin laga soo buuxiyey macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyey haddana abaartii way daba dheeraato roomadii ine gaajadii way sii ziyaaday faqrigii uu sii ziyaaday abaartii way sii ziyaaday nin saxaabiya orgi yar soo qabtay orgigiibuu qalay hilibba uu ka waayay lafa mooyaane waa muxammadaa waa muxammadaa buu yidhi uu seexday habeenkii nebigu manaam ku arkay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuullah dhibaatadaasaa nagu dhacday markaabuu nebigu ku yidhi cumar salaaniga gaadhsii laakiin cumar oo sidaan ku moodaya ma noqona waa ku siday ka dhabuu ka yidhi cumar salaaniga gaadhsii horta sidaan ku moodayana maad noqon uu kacay nin hurdadii buu ka kacay masaajidkii buu yimiday cumar buu u sheegay cumar muslimiintii oo dhan buu yeedhay saxaabadii fariintaabuu nebigu ii soo diree maan qaldamee bal ii sheega haa waad qaldantaa laga yidhi waad qaldantaa maxaa ku qaldamay kolkay abaari ay timaado ee roobku nagu yaraado waxa uu nebi maxamed uuna baray inaan roobdoon salaatul istisqaa inaan tukanno adiguna amiirkii muuminiintaa tahay amiir baa tahay amiir khaliif baa tahay ilaahay ducadaada waa aqbalayaay dadka intood u saartid ma aragtaane musallaha intood u saarto ha noo duceey bay ku yidhaahdeen markay bannaankii u soo baxeen halkaa cumar uu ka duceeyey halkii isagoo cumar taagan ayaa fadka waxaa laga dhex maqlay oo la leeyahay ataaka alghawthu ya abaa xafs yaa cumar gurmadkii aad dalbatay waa kuu yimiday halkii iyagoo joogaa ilahay roob ku siiyey salaad bay la yimaadeen xaajadoodii ilaahay uu daboolay macaawana u timiday baahidoodii way sii ziyaaday halkaa maxaan ka fahmaynaa bani aadanku mar allay markay bani aadan iyo makhluuq u jeestaan baahidoodu way sii ziyaadi faaqadu way sii ziyaadi mashaakilkuna uu sii biirayaa mar kastoo bani aadanku xagga ilaahay u soo noqdaana ilaahay xaaladooda isagaa markaa bani aadanka bedelaya muslim ayuha almuslim acmaal axkaam waxaa ilaahay nebigeena inoogu soo dhiibay hadday muslimiintu gartaan nidaamka caalamka oo dhan bedelaysa roob haddii la waayo gaalada maanta laleeyahay teknoloji bay gaadheen horumar bay gaadheen aalad ma hayaan ay roobka ku keeni karaan walaakiin nebi maxamed innaka wuxuu ina baray salaadii iyo ducadii roobka lagu keenayuu nebiguna baray
نبي ربنا إسرائيل دقال بو قال دقال جهاد دقال كي أوسعرة وقال إسلام لسكول لين أيوه صلاة عصر بقال مرقاس النبي وش يقين لذين يا نبي الله صلاة عصر بتاقن صلاة دي بتاقن نبي قي وحالي فرتيس وكفق عد عد صلاة وكفق والنبي إلى هاي دورتور رسولة مرقاس يقول هذا أمر باتك سعطاء أنا كنا أمر باتك سعطاء كان أمر قيسة كوضة سعطاء أيام ويدي سنين كجوجية هل كان نوجوك بريلا أن قال ذاك البحر هل كان هكذا غاقين حديث هو صحيح دقال كي بي ودين وي ودين وي ودين قال ذي بي جبيين وي كبول استين غنيمة ذي حوله بي لصوهرين كل كي قوشي أي قعانت كودين وحوال بأي قول استين أي النبي كوري عدد هذا إنه إيقا ولي هل كي بي جوكتا سوما جوكتها صلاة دائما كانت تكنين لا قولي مرقى صلاة دي تكدين بو يري حدبا إما كيسك الصعوة إسك الدعبو كي يري حرام مرقى عالم كما قال إما عالم بحرام مرقى معاه هروم مري براهن قيل يا هروم مري براهن وحدوبة يا هروم مري بين هذا كم هروم مري مانت هوس بنو دعنا إنكم مانت إن كل جي ميل جوجا مغلي فتك تحت يدو لقلا يا هاي بيرته بال وجي يا ضرورته بيرته بالروك وجي يا ضرورته وجي وعيا ضرورتي بو إيجي ميل بيكود عدي بركت بيكود عدي beertii buu yimid ee nuxu warka dhex taagan oo biyihiisa beerta mangadka ugu wacwacinaayo markaas uu magacii buu sheegay magacii uu ka maqlay fadka dhexda daruurta dhexdeeda iyo magaciisa baa isku tagay buu rasuulku yiri markaas uu gari maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yiri wallahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegay beertaadan maxaad ku sameysaa ii sheeg daruurti waa ka ilaahay adiga uu kuu keenay wuxuu hadaadi weydiisay beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiyay midheega qayb beerta ayaa ku celiya qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi wana filisoo xadiistaas waa wada saxiix waa bani israa'iil ayuu nebigu nooga sheegay qisas saxiixa maxuu kugu sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid haddaad adig iyo ilaahay xiriirkaynii dhexeeya haddaad hagaajisid noloshaada adduunyadan iyo taakhiro waxba ka xumaan maayaan.